بسم الله الرحمن الرحيم فضلا ادعمنا بالاشتراك في القناة Please subscribe to the channel Abonnez-vous dans la chaîne s'il vous plaît نطبق فيه ونتعهد مع الطبقة الشغيلة نتاعنا أن من نهاية السنة نستنى إن شاء الله النتائج النهائية نتاع المداخل تاعنا من نهاية السنة تكون فيه زيادة في علاوة البطالة وتكون فيه زيادة في الأجور كذلك أنا أفضل باش مؤسسة الدولة هي اللي تستورد لأنها هي قادرة تتحمل من ميزانية الدولة جزء من الأسعار المرتفعة حتى توصل المادة وتوصل المواد للمواطن بسعر مقبول